مرحبا برج الحوت، عندك أول كرت من الميجر أركانا، الكرتات الرئيسية. هم 22 كرت، وجودهم في القراءة معناته أن في تغيير كبير رح يحصل. عندك كرت التمبرنس الاعتدال، كرت برج القوس. أنت كأنما قاعد تحاول تشفي شيء معين حاليا عندك، تشفي جرح، تعالج وضع، تحاول أن ترقع أيضا. قاعد أشوفك أنه حتى وأنت تحاول تداوي الجرح اللي عندك أو الألم اللي سببه لك الشخص الثاني الشريك، في نفس الوقت كأنك لاف وجهك غض البصر عن حقيقته، عن طبعه، كأنما قاعد تحاول أن فعلا تطفئ النار، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تواجه الواقع، لا تريد أن تواجه حقيقة هذا الشخص. قاعد ما تلتفت إلى الوضع اللي عندك، تصب الأكواب بدون أن تنظر إليها، فهذا عندك نوع من الهروب من الواقع. ليش؟ في حب كبير بينكم، خصوصا من طرفك أنت، في حب كبير، علاقة كبيرة. العلاقة نفسها احتمال تطورت إلى مراحل متقدمة، من أجل ذلك أشوف أن احتمال أن هذا الشخص سبب لك جرح كبير. ممكن يكون خانك، اختار شخص ثاني ومن ثم رجع لك. ممكن يكون أيضا أنه تخلى عنك في وقت جدا كان مهم يتمسك فيك، بس سبب لك هو جرح، سبب لك خذلان مع الجرح، مو فقط جرح، خذلك. ولكن أنت كأنما عايش الحين في حالة من النكران، تعرف أن الألم موجود، تحاول أن تعالج الألم فقط أو العوارض من دون أن تعالج المشكلة نفسها اللي عندك. ممكن بالنسبة لك الواقع جدا مخيف، تحاول أن لا تنظر إليه، ولكن هناك ثلاثة أشخاص في هاي العلاقة، يعني فعلا علاقة ثلاثية بمعنى الكلمة. احتمال ممكن الأم، الأخ، تدخل الأهل هو الطرف الثالث، واحتمال خيانة أو شريك ثاني لشريكك، يعني خانك مع شخص ثاني وهو موجود في الصورة لحد الآن، وهذا اللي يسبب لك حالة من الهروب من الواقع. أنت كأنك ما تقدر تتعامل مع هاي النوع من المنافسة، هاي النوع من الألم، كأنك مو مصدق. يمكن لأن التغيير كان مفاجئ في العلاقة، كل شيء كان ماشي منيح، وفجأة صار حدث كبير، صار اكتشاف مهم، اكتشفت أن في طرف ثالث في العلاقة، كانت بالنسبة لك مثل الصدمة. وعندك أيضا كرت 7 الخماسيات، كرت الوحدة. مو فقط خذلان، مو فقط أنت ما كنت متوقع أبدا من هذا الشخص تصدر منه هاي التصرفات، أنت مخذول، يعني صبرت لفترة طويلة، أعطيت لفترة طويلة، أحبيت لفترة طويلة وبإخلاص من قلبك، لكن في نفس الوقت يعني أحس أنك مسكين، يعني ما تم تقدير هذا الحب. أكثر كرت يجذبني، أكثر طاقة تجذبني في هاي الكرت لك أنت، الوحدة. تخاف أن لو فعلا تواجهت الوضع ستعيش في وحدة، أو لن يكون لك شريك ثاني، لن يتقدم لك شخص ثاني، لن يرغب فيك شخص ثاني. أنت اللي مخوفك مو الشريك نفسه، اللي مخوفك ش كثر وقت وطاقة ومجهود استثمرته مع هذا الشخص، وتخاف أن تعيد الكرة، تستثمر مرة ثانية مع شخص وأيضا تخسر. الخوف من الخسارة. أحسك في هاي الفترة جدا تحس بالحزن، كأنما حتى ما في أحد في محيطك من الأهل أو الأصدقاء قاعد يفهمك، لأنه ما أشوف في طاقة أحد قاعد، أو يمكن أنت اللي مباعد الناس، معتزل عن الناس بسبب هاي الإحساس اللي عندك. أنت ترفض مساعدتهم أو ترفض أنك تشكل الآخرين، ولكن مهم جدا أن تلاقي شخص تثق فيه تفضفض له. مجرد الفضفضة، إطلاق هاي الطاقة السلبية الظالمة اللي داخلك، ممكن تساعدك، ممكن تحس لو بشيء بسيط من التحسن. بس أنك تكون وحيد وتمر بهذا الألم لوحدك هو شيء لا ينصح فيه. دائما عالج الموضوع، ولكن انظر، لأن عينك رح تشوف الحقيقة. شوف إذا أنت التفت إلى حقيقة الواقع اللي عندك،
راح تستطيع أن تعالجه، ولكن مو بطريقة سطحية فقط تعالج العوارض، ستعالج المشكلة الجذرية اللي أنت مع هالشخص تعاني منها. تفتح عينك تنظر إلى الشمس، ترى حقيقة الوضع، ومن ثم تعالجه، تعالج نفسك. لا تظل كأنك مغمض عينك عن الحقيقة، هذا ليس هو الحل. الشريك عنده كرت برج الأسد، ممكن تكون مرأة في حياته حاليا من برج الأسد، ممكن هو يكون من برج الأسد، وعنده أيضا 4 السيوف، طاقة هوائية، و10 الخماسيات، طاقة الأرض. بغض النظر عن البرج اللي حاليا قاعد يتعامل مع شريكك، هو عارف، هو كأنه مثلك أيضا رافض المواجهة، ولكن ليس رافض المواجهة مثلك خائف يواجه الواقع، هذا إنسان ما عنده خوف، ولكن مثل ما نقول قوي عين، ما يريد أنه يدوس على كبرياءه ويعترف بغلطه أصلا. ممكن هذا اللي مسبب لك استمرار هاي الحالة من الحزن، أن هذا الشخص احتمال لحد الآن لم يعتذر بصدق نية وبصراحة عما فعله. يعني احتمال وصلت لمرحلة جدا متقدمة، أو كان في قرار مصيري في مرحلة 7 الخماسيات هو تخلى عنك فيه، كأنك أنتم متفقين كشركاء مع بعض، كل واحد يد بيد الثاني، وهنا حدث الانسحاب، ولكن كان غير انسحاب، بدون اتفاق. الاتفاق كان ان تظلوا مع بعض، احتمال ان انتم كنتم متفقين ان تظلون تنتظرون بعض من اجل الزواج، هذا الشريك ذهب وتزوج، او سمعت خبره فانصدمت من الناس، وصلك خبر ان هذا الشخص خطب، فالحين احتمال انه راجع لك او يحاول يتكلم معك، فانت لحد الان لم تتعامل مع هاي المشاعر، وبدليل انك مو قاعد ترى حقيقة اللي حدث، كأنك مو قاعد تتعامل مع الشيء اللي فعلا حدث، وهي اما الخيانة، اما ان تخلى عنك، اما ان لم يتمسك فيك، اما ان ذهب وارتبط بشخص ثاني، ولما الموضوع ما مشى رجع لك، وهو ايضا لديه طاقة انه لا يريد التعامل مع نتائج افعاله، ولكن هو بالنسبة له تهرب من المسؤولية اكثر، كأنما فعل اللي فعله هنا في نفس الوقت غير قابل انه يأخذ المسؤولية. يعني لحين يكابر ويقول انا مش غلطان، وقاعد احط فيك انت العيب، ولكن انت ما فيك عيب، يعني ما اشوف من طرفك كان في اي اخطاء، ولكن هذا الشخص بطبيعته يتهرب من نتائج افعال، يعني حزت الجد يهرب. وعنده أيضا 10 الخماسيات، وجود 10 الخماسيات هي كرت العائلة، الأسرة، المحيط القوي. بالنسبة لي هذا الشخص هو بطبعه قوي عين، يجرح الآخرين ولا يعترف، هو بطبعه غير مراعي لشعور الآخرين، غير مراعي لنتائج أفعاله على الآخرين، ولكن عنده أيضا في المحيط أسرته، أما تكون متمكنة ماديا، اما هو متمكن ماديا، ولكن اسرته تقوي عينه وتكبر راسه، دائما يسمع منهم كلام اتركه، او وجوده غير مهم، او بدالة القلف، هاي نوع من الكلمات خلت هذا الشخص يطغى، اشوفه في هالصورة مثل الطاغية اللي واقف، ولكن غير واقف على اسس متينة، يعني واقف وكأنما على وهم، قاعد يتوهم هذا الشخص انه هو فعلا 1000 شخص يتمنى، وسيظل عايش في هاي الوهم لفترة طويلة. فهل انت قابل تكون مع شخص بهاي الطريقة؟ اذا كانت القراءة تنطبق عليك وفعلا تتعامل مع شخص موهوم غلط في حقك ولا يريد الاعتذار لحد الان، هل انت فعلا مستعد ان تظل تستثمر وقت وطاقة وجهد في شخص هكذا، من النوع اللي مستعد يتخلى عنك تحت أي ظرف، أي أحد يكلمه، أي أحد يقنعه يتخلى عنك عادي، واحتمال أنه أيضا هو اللي عمل لك بلوك، هو اللي ماخذ بريك عنك ابتعد، وكان اختياره، وكان قرار الانسحاب الابتعاد، بغض النظر من يحفزه،
مستحيل أحد يحفزه ويعمل شيء إلا إذا هو مقتنع. وأيضا أرى أن عنده أحد من برج الأسد، احتمال امرأة خبيثة، لديه امرأة خبيثة جدا، احتمال تكون مطلقة، أرملة، صاحبة خبرة في الحياة، متمرسة، كثيرة التعامل مع الرجال. فتعرف الشخص اللي أنت تتعامل معه، قلت لك واقف على أوهام. ليش واقف على أوهام؟ واقف على مجرد كلام الآخرين اللي من حوله اللي يحطونه في راسه، ولكن هو فعلا لو تأخذه بروحه وتقيمه، هو ما عنده خبرة، لا يملك شيء من القوة والاعتزاز بالنفس اللي مبني على فعلا ثقة بالنفس ومعرفة الذات، مبني على خرابيط. لأن هاي الشخص أشوف أنه دخل عنده وقدر يتلعب فيه بسهولة، ممكن تكون عمة، خالة، شريك، يعني شخص تعرف عليه حديثا دخل حياته، امرأة، رجل دخلوا حياته حديثا، ولكن قاعدين يتلعبون فيه ويحركونه مثل الشطرنج، لأنهم فعلا أصحاب خبرة. هاي مثل اللي نسميه إحنا ديك منفوش، ديك اللي يكون منفوش ولكن في الحقيقة لا يملك يعني ذاك القوة. الطرف الثالث، أرى أن الطرف الثالث مهما كان بالنسبة لك هو شخص يحمل بشارة خير. هذا الشخص ممكن يكون أي شخص، أحد من الأهل، مدير في العمل، تاجر، ممكن يكون حتى صاحبة، أخ، أخت، أحد الوالدين، شريك أو شخص أنت تعرفت عليه حاليا في حياتك جديد. هذا الشخص سيجلب الكثير من التغييرات الإيجابية في حياتك أنت. هذا الشخص دخوله في حياتك كأنما هو هدية من السماء. عنده كارت برج العقرب أو الموت، وفي أيضا كارت برج السرطان، وفي الطاقة الترابية، ممكن يكون أي واحد منهم. ولكن هذا الشخص كأنما كان من فترة يراقبك من بعيد، ويعرف أن الأمور بينكم وبين الشريك رح توصل إلى هذا المطاف، فشاف حاليا ابتعادكم عن بعض فرصة أن يدخل ويغير حياتك إلى الأفضل. كأن داخل يعلمك درس، ولكن درس إيجابي، داخل يعلمك أن في طرق أسهل وألذ وأجمل للحياة من أنك تعلق مصيرك بشخص لا يستحقك مثلا، أو شخص غير متأكد، أو شخص بهذا الشكل. يعني راح يعلمك أن في جوانب في الحياة أنت لحين لم تكتشفها، في أنت عندك مناطق قوة أنت لحد الآن لم تسخرها، لم تستخدمها. فدخوله جدا إيجابي. إذا صارت لك فرصة استمع إليه، لديه الكثير من الأمور اللي راح يفيدك فيها، لأن احتمال أنه يأتي تجاهك. عنده أيضا كارت العربة، الحراك القوي باتجاه معين، احتمال أنه يساعدك أن تتخطى هذا الشخص، واحتمال أن يساعدك على السفر، يعرض عليك عمل. عندنا ثلاث الخماسيات، عمل جديد في مجال جديد، ولكن سيتطلب منك إما السفر، إما أن ترحل عن منطقتك، إما أن تترك هاي العلاقة. راح يأخذك من محيطك على محيط ثاني، فيه انتقال، فيه نقلة نوعية. عندما يحسك أن أنت جاهز، راح احتمال أنه يعرض عليك عمل ينقلك. وإذا أنت أيضا لقيت عندك حاليا تعمل، ولقيت أي فرصة أن تسافر، خذها، لأن احتمال أن الفرص في السفر راح تكون مسخرة أمامك في المستقبل عشان ترحل عن الوضع، عشان تغير الوضع. لأن أنت عكس الشريك، أنت فعلا لما ترحل من أجل السفر أو تنتقل من أجل علاقة أفضل، أنت رح أساسياتك تكون أقوى، مبشرة أكثر بالنجاح. قلت لك هذا الشخص منفوش على الفاضي، أهله، محيطة، قاعدين يقوون راسه على الفاضي، ولكن أنت فعلا رح تبتدي بداية جديدة. لا تسأل نفسك مرتين قبل أن تغير من حياتك إلى شيء إيجابي. انطلق، محتاج انطلاقة قوية فيها توازن. عليك أن أول شيء تحقق التوازن بالطريقة اللي أخبرتك إياها، تعالج وضعك، ومن ثم تنطلق بمساعدة شخص ما.
احتمال يكون برج العقرب، إلى بداية جدا جميلة راح تأسس فيها مثل النبتة صغيرة في 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 أرض في أرض خصبة، أرض جديدة راح تنمو إلى حديقة بناء، راح تكون لك أساس جميل لحياتك المتوقعة في المستقبل. احتمال أن إذا كان عرض زواج يأتيك من هذا الشخص، احتمال أن يكون لديك ثلاثة، أشوف رقم ثلاثة، إما ثلاثة شهور من أجل السفر أو ثلاثة أبناء بعد الزواج، في رقم ثلاثة في الموضوع. ورح أسحب لك كارت تبع المفاجأة المتوقع، The Phoenix، العنقاء، وهو رمز قناتي، الحيوان الأسطوري، سوري الطير الأسطوري، الفينيكس، العنقاء. الفينيكس دائما يتكلم عن شبيه لطاقة الموت تبع برج العقرب. طاقة الموت شنو تطلب منك؟ هي لا تنهي شيء، هي تغير شيء، تنهي شيء قديم تغير. نفس الشيء العنقاء، العنقاء قصة الأسطورية أن عندما تنتهي رحلته مهمته في مكان معين، يقف على نفس التلة أو الموقع اللي ولد فيه، يحترق كامل، يصبح رماد، ومن الرماد يولد من جديد، يولد جديد وأقوى وأفضل من السابق. وأيضا أتوقع حتى طير، أتوقع النسر، النسر ليس العقاب، النسر أتوقع يفعل نفس العملية. فهي مبنية قصة العنقاء على فعلا حقائق موجودة عندنا في الطيور، إن عندما يكبر به السن أو يقترب من قارة يذهب يطير بقوة باتجاه جبل أو حجر معين، يصطدم به، يسقط على الأرض، يكون يحتضر لمدة كذا يوم، من ثم سبحان الله يرجع نمو ريشة، يرجع له منقار جديد، يرجع أقوى من السابق. المطلوب منك من أجل أن ترجع أقوى من السابق أن فعلا تسمح لمرحلة العنقاء أن تحدث، لا تقف عائقا أمام نفسك، البوابة موجودة لديك أن تجدد وتحسن من حياتك مع شخص أفضل. مثل الموت، الموت مهم عشان تذهب إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثانية دائما تكون أفضل بعد الموت لأنها جديدة، لأنك تعلمت من أخطائك، لأنك لم تدر وجهك عن أخطائك وتعلمت منها واستفدت منها الدرس. كن مثل العنقاء، وإذا لديك أي أسئلة بخصوص العنقاء أقترح عليك أن تبحث في الإنترنت عن أسطورة العنقاء، قصة جدا جميلة تلهمك لأن تأخذ طاقة هذا الطير الأسطوري وتطبقها في حياتك. عزيزي برج الحوت، أتمنى لك كل التوفيق.